اهلا بكم. الابتسامه ده شيء سحري جدا، وشيء جمال الاسنان ده على فكره فاتحه رزق كبير لعلمكم بقى، دي حقيقه فعلا. مفيش شك انت لما بتبتسم قدام حد وشوف سنانك حلوه هو يحب يتعامل معاك، لو شاف سنانك وحشه هنا بقى الامور يبقى فيها، الا لو انت راجل طيب وبتاع، بس برضه هيبقى الاجمل يعني. طبعا لو سنان وحشه محطوطه على واحد طيب ماشي، طب لو سنان حلوه محطوطه لواحد طيب يا سلام، حاجه جميله قوي بقى. قصه مثيره. ولد من ملايين الاولاد في العالم، والاولاد الصغيرين على فكره سنانهم بتسبب لهم مشكله نفسيه عميقه جدا جدا ما تستهينوش بيها. الولد دوت كان بيتعرض لي كل يوم مضايقات في المدرسه زي ما انتم شايفين، وعاش ايام صعبه جدا. الاولاد كانوا بيسخروا منه بشكل متكرر عشان سنانه طويله، رابت لايك، عامل زي الارنب. كان بيلي، اسمه بيلي هو على فكره، يعني كان مؤمن جدا انه هيتحقق احلامه وهيبقى يوم في يوم من الايام انسان مشهور، و يعني اصحابه هيتوقفوا عن السخريه منه. في دكتور سنان شاف الفيديو بتاع قصه بيلي على اليوتيوب وقرر انه يساعده. فعلا جاب بيلي وخد مقاسات سنانه وبدا يشتغل على اسنانه، وقعد من اول جلسه لاخر جلسه يطمنه انه هيحصل على اسنان جيده جدا. كتب بيلي رساله بعد ما ظبط سنانه وبقى سنانه حلو، قال فيها ايه؟ قال ان انا بضع جهاز تقويم اسنان دلوقتي من شهرين، وشايف انه جذاب جدا، وحاسس انه هو بقى اكثر جاذبيه، وحاسس بالثقه حتى انه بقى له صديقتين. ماشي يا عم بيلي، الامور تغيرت تماما الى الافضل. الكلام ده كلام حلو قوي، وعلى فكره في ناس كتير جدا جدا بيمروا بحاله بيلي، بيمروا بتجربه بيلي، وبيبقى الحل دايما عند من يسموا بصحره علاج الاسنان. هم فعلا مع التكنولوجيا الجديده اصبح الامر يختلف من السحر، بس سحر جميل، سحر علمي. النهارده هنشوف الابتسامه كيف نحصل عليها، وكيف نصل الى تجميل الابتسامه بشكل علمي دقيق، وايه يا سيدي المليمترات اللي تفرق بين ابتسامه معموله حلو وابتسامه معموله مش حلو. النهارده ضيفي العزيز طبعا واحد ممن طوروا هذا العلم بشكل كبير جدا، قدمه للاعلام بشكل رائع، اول من تحدث عن هوليوود سمايل على مستوى الاعلام العربي، وايضا اول من ادخل تجميل الابتسامه بشكل دقيق من الناحيه العلميه. حوار مثير وممتع للغايه مع سوبر ستار هذا المجال، استاذ دكتور نور الدين مصطفى. اعظم اختراع في طب الاسنان هو جهاز السيرك والاشعه الثلاثيه الابعاد. كل العشرينات عندهم ابتسامه لسنانهم، وسط الناس ما تعرفش ان ليها علاج، مش عارفين عندهم مشكله. الخطه العلاجيه في الزراعه او في التجميل سبب النجاح الرئيسي. احنا دورنا ان احنا نحسن الحاله الحياتيه للناس. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، تخصص في مجال تجميل الاسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك، أحد مطوري حشوات الأسنان التجميلية. دكتور نور اهلا بيك. اهلا بيك، وحشني والله. وحضرتك توحشني. ويا سيل حلو ده، نيو لوك. نيو لوك. لا بس قبل ما ندخل بقى في النيو لوك الحقيقي للإنسان والأكثر يعني صعوبة في صناعته للإنسان هو الأسنان، صح طبعًا كده؟ طبعا الأسنان هو أهم نيو لوك في حياة أي إنسان طبعا، ولأنه كمان نيو لوك ثابت، نيو لوك بتشوفه كل يوم، نيو لوك بيغير في 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 ملامح وشك كلها. لأن لما يبقى أسناني مش مظبوطة في أي حاجة حتى لو على اللون بس، وبتبدأ تضحك بيطلع عندك او بيطلع للناس انطباعات مش كويسه عن الحاله. التجميل بيغير الكونسبت تماما. اول حاجه لازم نعرف ان احنا عينينا مدربه على انها تستقي معلومات عن الشخص من مظهره الخارجي. يعني لما اشوف واحد اسنانه بيضاء بحس ان هو
انسان صحي، اما بشوفها مرتبه، اما بشوف اللثه لونها طبيعي، كل ده بيدينا انطباعات ان الانسان ده صحته كويسه، ان الانسان ده اهتمامه الشخصي بنفسه عالي. فدي بتدي للناس دفعه لانها تقرب من الشخص المنظم اللي صحته كويسه، اللي عنده اهتمام شخصي بنفسه. عايز اقول لك انها بتفرق كتير قوي كمان في اختيار الشريك، شريك الحياه. علميا اصلا احنا مساله الجواز واختيار الشريك عامه على المستوى العام هي مساله تلاقي جينات، يعني في جين شايف نفسه في الجين الثاني وعايز يجتمع بيه عشان يطلعوا سلاله كويسه. الجينات بتتنقل لها المعلومات دي عن طريق انا شفت فيك معلومات اتبرمجت في دماغي ان انت مناسب. فلو انا عندي مشاكل صحية، ممكن شكلك جميل جدا وجسمك كويس، عندك حاجات كتير كويسة قوي، اول ما تضحك يبدأ التقدير او الفاليو بتاعك يقل، فده يقلل من فرصك في حاجات كتير بقى، فرصك في اختيار الشريك، يعني في ان الشريك يختارك، فرصك في العمل. وده علمي، ان في سيرفيز كتير لقوا ان فعلا الابتسامة بتفرق في اختيار في الانترفيو بتاع الشغل. حضرتك قاعد في الشغل في خمسة بيعملوا انترفيو، لو افترضنا ان الخمسة الفاليو بتاعتهم واحدة في السي في، هنبدأ نختار بحاجات بقى شخصية، بميول شخصية. من اكتر الحاجات اللي الناس بتركز عليها او هو مش واخد باله، الابتسامة. الابتسامة السليمة الايديال المثالية بتفتح لك ابواب كتير في كل علاقاتك الاجتماعيه والشخصيه وفي البيزنس، بتفرق كتير قوي. خلينا ابدا بفرق عمل. تمام. الابتسامه الجيده لازم لها فريق عمل كبير يشتغل عليه. طبعا. مش سهله. طبعا. ايه مكونات فريق العمل ده؟ وازاي بيتكامل مع بعض عشان في الاخر يطلع حاجه تبدو عند الناس سهله اللي هي الابتسامه؟ تمام. رقم واحد، دكتور متخصص في تجميل الاسنان. يعني دارس علم تجميل الاسنان. ليه؟ لان اول حاجه في تجميل الاسنان هو ان انا اعمل حاجه اسمها رقم واحد، ودي لما ما بتتعملش 80% من شغل تجميل الاسنان اللي احنا بنشوفه بره مش مظبوط. ليه؟ لان الخطوه دي ما اتعملتش. حاجه اسمها تحليل الابتسامه. هيك الحاله دخلت اسمها الاناليسيس. هيك الحاله دخلت لك، لازم تعمل تصوير بروفيشنال بطريقه معينه، والصوره دي تبدا تتحط قدامك على الكمبيوتر. وانت عشان دارس، احنا عندنا 21 كرايتيريا او 21 خاصيه للابتسامه المثاليه. تمسك الليست بتاعتك وتظبط الصوره وتبدا تطلع هو قد ايه معدي ال 21. معدي 10 يبقى باقي في 11 ديفو، معدي 15 يبقى باقي 6، معدي ال 21 يبقى ما عندوش حاجه تقول له لا حضرتك انت لازم تكون امين معايا. مش شرط كل حاله تجيلك تقوم عامل لها اسنان وعامل لها، لا، في حالات ممكن تيجي تكون محتاجه حاجات بسيطه قوي. تمام. انا شفت حالات كان بيننا وبين بعض حالات انت اتصلت بيها وقلت لي حاله مش محتاجه حاجه. شفتها يعني محتاجة حاجه خفيفه، حاجه في اللسان، تبييض، مش عارف ايه. لان لون السنان حلو ومرصوصه كويسه. انت بقى كدورك كطبيب تبقى امين مع الحاله. بس هتعرف منين ان الحاله محتاجه ولا مش محتاجه؟ تكون دارس كويس ايه هي الابتسامه المثاليه، وازاي تعمل تحليل للابتسامه دي، ازاي تحط الصوره صح. ما انت ممكن حضرتك تصور غلط، لما تيجي تصور غلط تحط صوره على الكمبيوتر يطلع لك كل الداتا غلط. لو انت مصور الصوره بميل معين، لو انت ما خليتش الحاله تبتسم بوضع معين، لو خليت عينيها وهي بتتصور مش بارل للافق، في معلومات كتير قوي لازم تكون دارسها كويس قوي. طيب، عملت تحليل الابتسامه وطلعت الديفوات بتاعتك، برضو دكتور المتخصص في تجميل الاسنان هو اللي هيصمم الابتسامه. خلاص احنا عندنا الديفوهات طلعناها، يبقى الاول اصلحها، بعد كده اقوم اعمل ايه؟ اعمل ديزاين. هيك اي واحد بيعمل، اي بنت بتعمل ديزاين للدريس بتاعها عند اسم محترم كبير، الاول بياخد مقاسات، وبعد كده لما بياخد المقاسات دي بيقعد يعمل ديزاين. ايه المناسب ليك؟ هيك في ديفوهات ايه؟ وفي ايه حاجات حلوه؟ الديفوهات ابدا اخبيها، الحاجات الحلوه ابدا ابينها. ده الديزاينر، ده مصمم الابتسامه، ده دوره ان يعني يبدا يظهر الحاجات الحلوه قوي في الابتسامه، والديفوهات تبدا تتعالج، بحيث ان في الاخر اخد ادي السمايل. طيب، الراجل بقى اللي درس التجميل ده هيبدا ينقل للمراحل
اللي هنشتغلها. محتاج يعمل مثلا تحضير للاسنان، سواء كانت بريباريشن كامله زي هنعمل كراون كامل زي تاج يعني، او هنعمل فينير قشره تجميليه، او جاست ان احنا هنخشن السنه. في بعض الحالات ما بنحتاجش اكتر من التخشين علشان خاطر نلزق عليها الفينير اللي هو فائق الرقه 3/10 من الملي. اللي هيعمل كده يفضل ان يكون راجل اكاديميك متخصص في تحضير الاسنان عشان تطلع بيرفكت، يحضر السنه بيرفكت. وبالك ان احنا ممكن 5 يخشوا عند 5 دكاتره يتعمل لهم تحضير للاسنان وياخدوا نفس الشكل. لو الديزاين واحد تمام ياخدوا نفس الشكل. لو الدكتور اللي حضر السنه مش متخصص ممكن يعمل حاجه اسمها شارب ايدجز، يعني حروف حاده. تعمل ايه الحروف الحاده؟ هتتلزق السنه عفوا السنه هتتلزق عادي لكن مش هتعيش. ليه؟ لانها محطوطه تحت ستريس، في حاجه حاده عماله تتحرك تحتيها، فاي فرصه ناشفه تقوم اسمى او كسره الفينير. تيجي حالات كتير انا عملت فينير، تلاقي حاله معموله بقى لها 15 سنه فينير وعايشه وزي الفل مفيش اي حاجه، وحاله تانية بعد شهر ولا شهرين وقعت اتكسرت اكتر. اتكسرت ليه؟ كان عندك الاحمال اللي واقعه على الفينير مش مظبوطه، لا اما كان التحضير نفسه مش مظبوط فعمل حاجه اسمها شارب ايدجز زي ما قلت لك، لا اما من الاساس الحاله مش انديكيتد انها تعملها فينير. كان في حاله لسه جايه، دكتور انا جاي اعمل فينير، طلع حضرتك انت مش جايه تعملي فينير، انت جايه تطلبي تعملي تجميل اسنان. هيتعمل ازاي؟ مش حضرتك اللي تقولي، حضرتك مش الدكتور، انت ما درستيش. حضرتك ممكن تكوني نفسك تعملي فينير عشان ما بنشيلش من السنان كتير. طيب لو عملت لك فينير وكل يوم بيقع منك، ابقى انا دكتور فاشل ان انا سمعت كلامك اصلا، فما ينفعش. الفينير ليه حالات معينه لازم تتعمل، لو عملت غير كده يبقى انت مش مظبوط. طيب اتنقلنا عملنا التحضير مع دكتور متخصص في التحضير وده مهم قوي. طب محتاجين نعمل لسه، وزي ما اتفقنا قبل كده كتير اللسه دي برواز الابتسامه بتاعتنا. لو هي فيها مشكله الحاضر الدائم، او بمعنى اصح الجندي المسؤول، 90% من حالات التجميل بتحتاج جندي، 90% مفيش حاله ما بتحتاجش. يعني قليل قوي، يعني الناس اللي عندها ايديال جام دول قليلين جدا. يبقى هنا لازم يحضر مين؟ استاذ دكتور علاج اللثه. دايما اقول على اللثه دي حسام عاشور. مسمار يعني ما عندناش في الزمالك حد له حسام ليه؟ جندي المجهول. طب ما فيش مبروك بقى ما دام انت اتكلمت ما دام جبت سيره الكوره تاني. لا 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 بكره مبروك السوبر. ده جبت سيره الكوره بقى تاني بقى عرض لك من الانتاج. مش مهم خالص. فاحنا عندنا كده ادي فريق تاني، دخلنا مين؟ دخلنا دكتور علاج اللثه. طيب حاله بقى فيها كراودنج كتير قوي وعرضنا عليها في الاول ان احنا نعمل تقويم، بس ما تنفعش مثلا فنان كبير بيشتغل عنده كل يوم افلام، عنده كل يوم تصوير وراكورز وحاجات، فما ينفعش يغير من شكله. يعني ما ينفعش تفضل ملبسه تقويم. فلازم يعمل تجميل، وفي حاله التجميل هيبدا يعمل علاج عصب مثلا، احتاجنا نعمل علاج عصب، يبقى لازم يكون في متخصص علاج عصب. دي الابتسامه المثاليه، دي مثال الابتسامه المثاليه. زي ما احنا شايفين الحاله وهي بتضحك، باين من اللثه في اجزاء جزء، ما فيش عندنا جامي سمايل، ما فيش عندنا لو ليب، يعني عندنا السنه بالكامل ظاهره. لو ليب يعني لما تيجي تضحك تلاقي شفايفها مغطيه نص سنانها. هاي ليب يبقى شفايفها عامله جامي سمايل طالعه. هنا احنا عندنا عاملين الافرج بتاعنا. لو نلاحظ بقى ان السنان اللاين بتاعها كله ماشي مع شفايفنا اللي تحت زي ما اتفقنا قبل كده. يبقى عندنا، خلينا مثبتين الصوره عشان نقعد نشرح فيها شويه كتير. دي الابتسامه المثاليه، دي ابتسامه مثاليه عندنا فيها يعني كاركتر كتير. عندنا زي ما قلنا لو انت خدت خط رسمه الاسنان من تحت هتلاقيه ماشي موازي لشفايفنا اللي تحت. تمام. عاملين حاجه اسمها في الابتسامه دي في فاريشن، يعني السنتين اللي قدام. انا عايز اسال سؤال معلش، هي دي معموله؟ دي سنان معموله، ودي سنان معموله ريميك كمان. يعني ايه ريميك؟ دي حد كان عامل اسنانه في مكان مشهور جدا في دبي وما طرعاش فيه الكلام بقى اللي انا قلته في الاول. اللي هو الديزاين، وبعد الديزاين اللي هو تحليل ابتسامه والديزاين، وبعد كده ان اللي يشتغل الحاله
اللي يحضر السنان يبقى دكتور متخصص في التحضير. فطلع التحضير مش مظبوط، فكان الفينير نفسه حتت تخينه وحتت رفيعه، فالسمنت او الماده اللي بتلزق بيها الفينير بتقع، مش بتقع، دي باينه من تحت ال من تحت الحته الرفيعه، في الحته الرفيعه لانه ان ايفن، يعني مش معمول ريدكشن. وانا هوريك صوره هقول لك ازاي احنا بنعمل الفينير صح. هنا انا عايز الناس تركز في حاجه واحده في كل الصوره دي، حاجه واحده. ركزوا السنان طالعه من اللثه ازاي بس، يعني عايز الناس تبص كويس قوي الفينير ده طالع من اللثه ازاي، علاقته باللثه عامله ايه، مدى صحه اللثه اللي حواليه. علاقه مظبوطه، مستحيل الحاله دي وهي بتضحك او قاعده مع حد يبص على السنان دي يقول ان دي سنان معموله في الاساس. لان اهم حاجه علاقه السنان دي باللثه. السنه طالعه من اللثه بشكل طبيعي جدا. كان بقى واحد وواحده عاملين تجميل اسنان وانا بقول لهم اهو قوموا بصوا في المرايه شوف علاقه الاسنان اللي انت عاملها باللثه بتاعتك عامله ازاي، هل هي علاقه مظبوطه ولا مش مظبوطه. هل اللثه عندك حمراء دايما وبتجيب دم وعامله مشاكل بس نتيجه ان انت مش نتيجه ان انت مهمل، يعني انت بتغسل سنانك مره الصبح ومره بالليل، بتستعمل غسيل الاسنان، بتستعمل الووتر جيت، تعمل اجراءاتك الطبيعيه. طول ما انت بتعمل اجراءاتك الطبيعيه وستيل عندك مشكله يبقى في مشكله. لكن انا بتكلم في واحد عامل كل اجراءاته الطبيعيه تمام، وبيبص دلوقتي في المرايه عامل تجميل، قالوا ان هو عامل تجميل اسنان، وبيبص في المرايه لقى ان في مشكله في اللثه، هنا في مشكله في التركيبات، هنا في مشكله في التجميل، التركيبه مش مريحه على اللثه صح، لا اما اندر لا اما اوفر لا اما ضغطه، يعني في 100 حاجه لو مش معمول التحضير مظبوط ومش محضور ومش معمول السيمنتيشن كمان. خد بالك مش بس التحضير، يعني دي مثلا حاله، دي حاله صعبه جدا جدا، حاله صعبه جدا ان الحلق كل الاسنان مش مظبوطه، القرش اللي تحت مش مظبوط، الفك اللي تحت اصلا الاسنان فيه مش مظبوطه. بص بقى شكل الاسنان طبيعي ازاي. هنا شكل الاسنان اول حاجه لونها ابيض بس لايق على الحاله، في لون زي ده الابيض ده احطه على حاله تانية ما تنفعش. فقرار اللون لازم يكون في اللون ليه بصمه، يعني كل واحد ليه لون مناسب ليه. هنا عشان تحول الحاله دي لدي ده فريق عمل اتعمل فيه علاج عصب، ولازم يكون معمول علاج عصب صح. الدكتور اللي وزع اللي حضر الاسنان ده لازم يكون يعني دكتور تركيبات ثابته دارس كويس قوي هيوزع احماله ازاي. النهارده قلت كلمه فين؟ تحضير دي 10 15 مره لغايه دلوقتي تمام، لان دي اهم حاجه. طب احنا عايزين نشوف تحضير، يعني ازاي بيتم التحضير. ده في لمسات فنيه طبعًا للتحضير طبعا اكيد طبعا. الصوره اللي بعد دي ايدي بقى، لا دي مثلا لو احنا افترضنا ان احنا هنعمل ارق قشره تجميليه في العالم سمكها 3.1 من الملي. انت عارف ازاي تحضر 3.1 من الملي؟ تعرف ازاي؟ يعني ايه هتمسك 3.1؟ عارف الملي اللي في المسطره الصغير قوي ده؟ حضرتك بتشوفه بالعافيه. حضرتك مطالب تشيل من السنه تلت الملي ده اللي انت مش عارف تشوفه، يعني لما تقسمها سمك الورقه دي هتمسك بايدك سمك الورقه دي بالظبط، هتمسك بايدك وتحرك وتحضر سمك الورقه ده ازاي مثلا؟ هتعمل كده ازاي؟ انت شايف الفينير شكلها قد ايه؟ احنا جايبين شكل الفينير نفسها اهو، بص سمكها قد ايه؟ مفيش، الفينيره شكلها رفيع جدا. طب احضر ده ازاي؟ ده على فكره ده اقل تحضير في العالم، يعني اللي احنا الصوره اللي احنا جايبينها دي من عندنا من العياده محضرين التحضير ده، زي ما شايف السنه تقريبا زي ما هي، بس معمول لها تخشيم. التلاته من عشره دول عشان اعرف اعملهم هنجيب الصوره اللي بعديها. احنا بنعمل حاجه اسمها موكب زي ما اتفقنا قبل كده، اللي هو الديزاين بتاع الحاله، وبنركبه على اسنان الحاله عشان اوصل للفاينل. وبنقوم عاملين حاجه اسمها ديبث كات. يعني ايه ديبث كات؟ يعني بنجيب اله معينه بنحطها على السنان ونعمل بيها حروف، يعني الحرف اللي بالعرض ده يبقى عمقه 3.1 من الملي. وفوق لازم يبقى على الاقل افريج 2 ملي. ليه؟ لان انت في السنان اللي تحت بتعض على السنان اللي فوق، يعني في لود، فلازم الثيكنس بتاع الايماكس الشركه قايله كده لازم يكون الثيكنس بتاعه اللي هتعض عليه ليه ثيكنس معين. يبقى انا اخد سمك معين فانا اخد من الانسايز الايدج اخد الحرف اللي المفروض الشركه قايله عليه، مش ما اخترعش، مفيش اختراع في التجميل، مفيش اختراع في اي حاجه في الاسنان، ده علم. واجي بقى على الحروف بتاعتي على وش السنه عايز اشيل 3.1 من الملي، اقوم عامل بالديبس كات دي اسطوانه بالظبط 3.1 من الملي تمشي بيها على السنين. طيب هتعرف منين انت شلت 3.1 من الملي ازاي؟ هتقوم معلم بالقلم الرصاص، قلم رصاص عادي خالص،
ثم علم على الجروفز اللي انت رسمتها على الحروف اللي انت حطيتها جوه السن. وتيجي تقوم ماشي بستون تاني سمكه 3/10 من الملي لغايه ما تتاكد ان انت ما بقاش فيه الحروف بتاعتك السوداء بتاعت القلم. يبقى انت كده شلت الايه؟ ال 3/10 من الملي. علشان لما تيجي تحط الفينير بتاعتك ما تجيش الحاله تقول لك، وبرده حالات تقوم تبص في المرايه اللي عندها زي ضب بعد ما عملت الفينير. ليه عندها ضب؟ لان انا ما شلتش 3/10. لو شلت اقل لان انا ماشي بمزاجي هحط 3/10 وانا شايل واحد مثلا يبقى انا طلعت بره 2/10. 2/10 دول على فكره لا يعملوا ضب، يعملوا في الفيجن ضب. طب خاصه ايه بقى؟ خاصه ان انت كمان مفتح لون السنان، لان معظم اللي جاي يعمل فينير هو جاي يعمل تفتيح للون السنان. طيب واحنا متفقين ان في علم الاضاءه الحاجه الفاتحه بتتقدم وبتبان انها اكبر، فيبان ان انت فجاه بقى عندك ضب. ليه؟ لان انت ما اتعملكش تحضير سليم وما اخترنالكش اللون السليم. على فكره لو مربي دقنك زينا كده هيتبان اكتر. هتبان والله طبعا تبان لون. انا شايف النهارده اكتر مره اشوف لون سنانك بيضاء. شفت؟ عامل كونتراست بجد. انا اكتشفت النهارده ان الدقن دي لها كمان طبعا دور. برواز لا له دور لازم نراعيها واحنا بنحط لون السنان. بالظبط. لا واحنا بنحط لون السنان عندنا داتا كتير. بياض عينيك، لون عينيك، لون البشره، لون الشعر، كل الداتا دي. لون دقنك لو راجل. لون دقنك طبعا. فكل الحاجات دي. لو ست مالكش دعوه بلون دقنك. فكل الحاجات دي داتا بتاخد بيها، بتطلع من الداتا دي بمعادلات تطلع لك الارقام السليمه اللي هتشتغل بيها. الحوار ممتع كالعاده، واللي بيعجبني جدا في لقاءاتي مع الدكتور نور حاجه مهمه قوي، الانغماس الشديد في التفاصيل، الانغماس الشديد في التخصص، عدم البعد النفسي ولا الذهني عن كل مريض بكل تفصيله، كل حاله بالنسبه له هي اول حاله واخر حاله واهم حاله واكثر حاله فيها مشاكل واكثر حاله فيها جهد واكثر حاله فيها فريق عمل. ده بيعجبني جدا في شغل وايتي، وده اللي مخليكم فعلا متميزين بالشكل ده. فانا مبسوط جدا بهذا اللقاء، مبسوط جدا لمجائك النهارده، وعايز اقول لك مرة أخرى هارد لك كل الإخفاقات، لأن الحلقة دي هتيجي في مناسبات كتيرة، فهارد لك لكل الإخفاقات مش الإنتاج بس. ومبروك لكل نورتنا يا دكتور. نورتنا يا دكتور نور. نورنا دكتور نور الدين مصطفى، كان ضيفي في الدكتور اللي كنت دايما مع الدكتور. إلى اللقاء.